بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذة عادل الموسي، السادة والسيدات الحاضرين معايا الكل، مرحبا بكم في مدينة تقليبيا. سيدتي الكريمة، نحب نشكرك شكر خاص على شجاعتك وثبوتك على نباتك وعلى ظهورك المتميز في بعض البرامج الإعلامية واللي أبهرتنا بيه بتلقائيتك والدقة في الإجابة على كل الأسئلة رغم المحاصرة الإعلامية لبعض الإعلاميين. فعلا كنت رائعة ومتألقة كما عرفناك ديما، ورغم إقصاء المؤسسات العليا للدولة وعلى رأسهم الباجي القائد السبسي في برشا مناسبات، إلا أنك نجمت في المناسبات اللي كنت حاضرة فيها تنتزع الاحترام بقوة الحجة حتى من طرف السترة اللي خالفوك الرأي، وخلقت ردود فعل طيبة وطيبة جدا في شارع في صفوف الشارع التونسي، وسهلت علينا كمناضلين وحسينا بقرب الناس لينا والتفاعل الإيجابي الكبير معنا. وفي بالي الإخوة والأخوات اللي حاضرين معنا اليوم يشاطروني الرأي. نحب نضيف حاجة ونقول فيما يخص الوضع الحالي للبلاد، اللي لازمنا فكرة جديدة، فكر حديثي يقطع مع كل أنواع التطرف بجميع أنواعه. يعني تغيير لازم، يزينا من لا مبالاة ولا مسؤولية في تسيير شؤون الدولة. انتخبنا الحكومة هذه باش تنقذ البلاد، لكن شنو اللي صار؟ بعد 7 سنوات من الثورة تونس مفلسة، والدولة هذه عاجزة باش تقدم رؤية واضحة وحلول. الأسعار نار، الفساد طغى على البلاد، والانتدابات بالمحسوبية والمعارف والبطالة زادت، وحتى طرف سياسي ما عنده الجرأة ولا الشجاعة باش يقول للمسار هذا راهو غلط. اليوم بلادنا تعيش أزمة، والطبقة المتوسطة محلت ما عادش موجودة جملة، والدوانسة ضحية التوافق المغشوش وحرب العصابات، وما نحكيوش زادة على تجار الدين اللي سرقوا لنا ولادنا وخطفوا لنا احلامنا ومستقبلنا. واحنا اليوم بكلنا في صف الوطن بكل ما يحمله من تاريخ ايجابياته وسلبياته، وكما كانت الاستاذه عبير موسي ديما تقول، اللي ما عندوش ماضي ما ينجمش يكون عنده لا حاضر ولا مستقبل زادا. واحنا املنا كبير برشا في الحزب الدستوري الحر، وثقتنا اكبر في الرئيسه السيده عبير موسي. هذه المراه الحره المناضله القويه بمبادئها، حضورها اليوم يشرفنا ويعطينا شحنه معنويه كبيره برشا. وانا بيرسونيلمون نحيي فيك سيدتي روحك النضاليه وتشبثك بجذورك. وفي الختام نحب نشكر كل من أتاح لي الفرصة هذه باش نقدم الكلمة متاعي. تحيا تونس، يحيا الشعب التونسي، ويحيا الحزب الدستوري الحر.